الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها في باب الإجمال والبيان، هذه أواخر أبواب الأصول، ما شاء الله أواخر أبواب الأصول. الإجمال في الأدلة نسبي عرضي. الإجمال في الأدلة نسبي عرضي، والمراد بالمجمل الظاهر ابن نبي الصبورة، يا عبد الرحمن أبو عبد الله، نعم جعلك تعرس على بنتي. كلامين يقول إن شاء الله، ليش ما يبي يعني ما يتنزل يناسبنا يعني مرة؟ هذه إن شاء الله تحقيق اللي عندكم أنتم الدخانة. يا الله أنت رزقنا الصبر يا ربي. يا الله يا ضيق صدري على الطالب اللي أسأله في أمر واضح عقب ما أشرح وأتعب ثم يفك ذمه، يا ضيق صدري عليه ضيقه، يا يطلع يا أطلعنا. فانتبهوا جزاكم الله خير. فإذا كان أغسلها. يقول الإجمال في الأدلة نسبي عرضي، وصفه بكم صفة؟ ما هو المجمل؟ اللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه المراد لوحده، فهو يحتاج إلى لفظ آخر ليوضح المراد منه، مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أتحداك تفهم شيء من كلمة قروء، ما تفهمها بالحالة، ما تفهم، لأن العرب أطلقت القرء وأرادت به الحيض، وأطلقت القرء وأرادت به الطهر، فأي المعنيين يريده الله هنا؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض ولا ثلاثة أطهار؟ ما لوحده ما تستطيع. إذن هذا مجمل، لأنه لا يفهم المراد منه بنفسه، فكل لفظ يحتاج إلى غيره فهو مجمل. كل لفظ يحتاج في بيان معناه أو تحديد صفته أو بيان مقداره إلى غيره فهو لفظ مجمل. جاءت الأدلة الأخرى تبين أن المقصود بالقرء الحيض، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم عن أبيه، في حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدع الصلاة أيام أقرائها. تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضها. فهذا مرجح، هذا مرجح. فإذا المجمل هو ما افتقر إلى غيره، إما في تعيين أحد معنييه أو في بيان صفته، مثل قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة. هل تفهم معنى إقامة الصلاة من النظر في هذا الدليل لوحده؟ تعرف أركان صفتها، أوقاتها، ما يقال فيها، كل شيء يتعلق بالصلاة تعرفه من هذا النص لوحده؟ إذن هذا النص مجمل، لأنه احتاج إلى غيره في بيانه. فهمتم؟ ثم جاءت الأدلة المبينة لصفة الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، فصار بعد البيان مبيناً. هذا مجمل يحتاج إلى بيان صفته، ما صفة الصلاة التي أمرنا بها؟ فإذا الإجمال أحياناً يكون في تعيين أحد المعنيين، وأحياناً يكون الإجمال في بيان صفة الدليل. طيب، قول الله عز وجل: آتوا إيش يا جماعة؟ آتوا الزكاة. هذا مجمل، هل تفهم الأموال الزكوية من هذا النص؟ هل تفهم الواجب عليك في كل مال زكوي؟ هل تفهم أنصباء كل مال زكوي؟ الجواب لا. إذن هذا مجمل يحتاج إلى بيان مقدار، ما مقدار الزكاة؟ ما صفة الصلاة؟ أي المعنيين يريده الله؟ فإذا صار الإجمال أحيانا في تعيين أو بيان صفة أو بيان مقدار. إذا ما هو اللفظ المجمل؟ هو ما احتاج إلى غيره في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. ما هو اللفظ المجمل؟ هو ما احتاج إلى غيره في تعيينه، كقوله ثلاثة قروء،
أو بيان صفته كقوله أقيم الصلاة، أو بيان مقداره كقوله آتوا الزكاة. سيد، قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده مجمل ولا مبين؟ مجمل، يحتاج إلى بيان. في أي شيء؟ في بيان المقدار. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، انتبهوا، قال فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنكشف. مجمل ولا مبين؟ مجمل في أي شيء؟ في تعيينه ولا صفته ولا مقداره؟ صفته. نحتاج إلى بيان صفة صلاة الكسوف، فجاء حديث ابن عباس في الصحيحين يبينه. فهمتم ولا لا؟ اسمعوني ما أقول الآن، هو اللي خلاني أقول. ليس بعد وفاة رسول الله شيء مجمل أبدا، بل وظيفة بعثته أن يبين تلك المجملات. لو اعتقدت أن هناك دليل لا يزال مجملا فإنك تتهم رسول الله بأنه ما بلغ البلاغ المبين. جميع المجملات التي تتعلق بعباداتنا ومعاملاتنا لم يمت رسول الله إلا وقد بينها، لكنها عاد يجي دور العلماء، يجي دور العلماء في البحث عن البيان. ولذلك قال الإجمال نسبي، يعني يخفى على عالم ولا يخفى على عالم آخر. عرضي، يعني أنه يخفى ما دمت قبل لم تبحث، لكن إذا بحث زال. فإذا نسبي يختلف العلماء فيه، فقد يكون مجملا عليك يا عبد الرحمن ما ليس بمجمل علي، وقد يكون مجملا علي ما ليس بمجمل على. فإذا صار الإجمال ليس ذاتيا وإنما عرضي على حسب بحث العلماء. فإذا العيب فينا ولا في الدليل؟ العيب فينا، إن في بحثنا. عرضي، كان هذا النص مجملا عليك، يوم علمتك صفة الصلاة صار مبين. آتوا الزكاة كان مجملا عليك، يوم علمتك صار مبين. إذن هو نسبي يختلف الناس فيه، وعرضي يزول بالتعليم. نسبي يختلف الناس فيه، لكن هل هناك تعارض، عفوا، هل هناك إجمال ذاتي جميع الأمة تتفق على عدم معرفة المراد منه؟ لا والله، وأقسم لك، انتبه، لا تتهم رسول الله أنه مات وبقي شيء من المجملات لم يبينه. إذا ما فائدة بعثته؟ قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لإيش؟ لتبين للناس ما نزل إليك. هذه وظيفته لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنواع البيان النبوي ما هي؟ أنواع البيان النبوي ما هي؟ هي القاعدة التي سأذكرها الآن. المجملات بينت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو بهما معا. مجملات الشريعة قد بينت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو بهما معا. فهناك مجملات بينها بقوله كالإجمال في قوله آتوا الزكاة، بينها بقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عاثريا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس بينها بقوله. وهناك مجملات بينها بفعله كبيان صلاة الكسوف. ما بينها بقوله، لا، صلى قدامهم الكسوف وعرفوا صفتها بفعله. وهناك مجملات من شدة اهتمام الشارع بها بينها بقوله تارة وبفعله تارة، كصفة صلاة الفريضة بينها بقوله لما رأى رجلا يسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخر الصلاة، بينها بقوله. ثم صلى يوما من الأيام على المنبر وقال بعد الفراغ من الصلاة قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، بينها بقوله وفعله يا عليه الصلاة والسلام. المواقيت، مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، بينها بقوله وبفعله في نفس الوقت. بقوله إذا زالت الشمس، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، إلى آخر المواقيت بقوله.
بفعله. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر. فلما في يومين يصلي اليوم الأول في أوائل الأوقات وفي اليوم الثاني يصلي في أواخر الوقت. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. بينها بفعله، هذا من شدة اهتمامه. فإذا من المجملات ما بينه بقوله فقط، ومن المجملات ما بينه بفعله فقط، ومن المجملات ما جمع نوعي البيان فيه، نوعي البيان فيه القول والفعل.